وانا عمري ما رحت الساحل والله. بيروحوا الساحل وسايبيننا نموت. هل انا هرقص في فرح رقص اكاديمي يعني؟ وامه مش راضيه عنه ليه؟ عملوا ايه لمصر؟ فبرضه هتلاقي ناس يقول لك بص الفنان المعفن. انا رايح الفرح ده هبقى بالكتف ده النهارده. لو عندكم فرح بقى ها؟ عشان برضه ايه الدنيا في التمثيل مش مضمون. حضرتك انت شايف انك هتمنتج الكلام ده؟ مصطفى ابو سريع يحظي جائزه ماليه قيمتها 1.5 مليون. يا ترى هعمل مال الحلال اهو اهو ولا المال الحلال اهو؟ وده اللي اقدر اقوله، لكن الحقيقه مش هينفع اقولها. علي الطيب اسمه. علي الطيب يا جماعه، يعني انتوا ما اعرفش ليه مزعلانين منه وهو علي الطيب جدا على فكره. لا اصل هو نزل الكلام ورجع قال ان الصحافه هي السبب عشان هي اللي خدت الموضوع. بجد غلط برضو. انت طلعت اشتكيت من حاجه مضايقاك. علي طيب ومحترم وكل حاجه، بس انا عايز اخد رايك. هل انت شفت تصرفه ده صح؟ حاجه المفروض يكلمك انت او شفت البوست؟ انت فهمت ايه كمصطفى؟ فهمت ان هو بيهزر ولا بيتكلم بجد؟ بعدين ان هو يشيل ويكتب ويشيل ويكتب، ده معناه ان هو في جواه حاجه. ما هو بص هقول لك حاجه، احنا كفنانين سنسيتيف قوي. حلوه سنسيتيف دي؟ قلتها الاكسنت حلو دي سهل. فبنشتغل بالجزء ده، فما تقدرش يعني ما تقدرش تقول لي مثلا انت النهارده انا نايم ناجح، الناس بتتصل بيا والحمد لله وربنا كريم. مثلا ممكن اقوم من النوم عارف جدا بلا داعي، ممكن ابقى عندي دوشة محدش حاسس بيها، فممكن مراتي تقول لي حاجة عادية أو لا مش عارف ايه واتكلم بطريقة مش أبقى. فاحنا مشاعرنا هي اللي بتتحكم فينا. فهو ممكن علي يبقى في لحظة، اصل لحظة ان انا هكتب بوست دي بتبقى لحظة انفعالية برضو، اكيد ما كانش يقصد. انا اعتقد ان كده علي ما يقصدش. علي صديقي من زمان جدا وفنان جميل جدا. هو يمكن علشان فعلا هو كان عامل شخصية، الشخصية دي كان عامل فيها لازمة، وهو حسبها غلط. يعني هو حسب ان المسلسل قائم على ان حد عامل اللازمة دي. هو ما حدش عامل اللازمة دي. يعني احنا لو شفنا في عمر افندي هو ما حدش عامل لازمة. هي لما بتيجي في مكان ان لا حد بيقول ده جميل قوي، ده تحفة، ايه رأيك في البدلة دي؟ تحفة جميلة. فما فيش في العصر ده تحفة جميلة. بس ايه اللي في العصر ده موجود؟ موجود حاجة 13 خالص. في ورقة كده موجودة تلاقيها على الانترنت لو اي حد بيبحث كده. لما بنيجي ندور بنلاقي ايه المفردات اللي موجودة في العصر، في الاربعينات، في العشرينات، في 1910 وانت طالع. فبتلاقي الحقبة التاريخية دي فيها من فضلك اذا سمحت، انا ممنون جدا، ومترجمين بقى لما تكون عايز تقول كذا تقول كذا. لما تكون من ضمن ده هتلاقي موجود حاجة 13 خالص. طب انتوا عاتبته؟ اطلاقا. وانا ما اعرفش، انا عن نفسي انا ما قلتش حاجة 13 خالص في المسلسل. بس علي عشان بس ماليش دعوة في الموضوع، انا قلت حاجة 17 خالص. وده الجديد بقى 17، ده ما حدش قاله قبل كده. فلو حد قال حاجة 17 خالص هزعل منه، انما لو قال 18 مش مشكله. مفيش يعني كنت عارف مثلا الافيه ده بتاع علي او الكلمه دي علي؟ لا قبل كده اطلاقا. هو مش افيه، بس عشان برضه نبقى واضحين، هي ولا افيه ولا لازمه. طب ما الاستاذ نجيب الريحاني قال حاجه 13 خالص، هل دلوقتي الورثه هيرفعوا علينا قضيه؟ يعني برضه لا، هي مش افيه. الافيه ده هو اللي هو لازمه الواحد ابتكرها. انما انا دلوقتي عايز اقول لك مثلا انا مش عارف اقول لك ايه، انا متشكر جدا، وانا في ضيافتي بقول لك انا ممنون جدا. فهل ممنون جدا دي مش ناس كتير قالتها؟ هل انا لما اقولها يبقى انا سرقت افيه؟ لا، ده مفردات العصر والزمن ده. هو بس هتلاقي ان عشان علي كان يمكن اللي بروز ده في العصر بتاعنا في مسلسل مهم جدا. هو ده اللي صار، ده كان المسلسلات اللي انا بحبها جدا جدا، وكان يعني اساتذه اللي عاملينه. فهو حسبها غلط. هو اعتقد وهو راجع في الكلام اللي قاله. وحاتم برضو، حاتم محترم جدا وقال دوا في برنامج استاذه منى الشاذلي يعني. ففي الاخر لا، انا شايف ان علي الطيب اسمه علي الطيب، يعني مفيش اي حاجه.